كتير من الاسر بينتظروا الاوكازيون الصيفي عشان تشتري لاولادها الملابس اللي محتاجينها بتخفيضات كويسه، خصوصا ان مئات المحلات بتكون مشاركه في الاوكازيون. اهلا بكم في نشره جديده من تلفزيون الوطن. 72 ساعه فقط وينطلق الاوكازيون الصيفي لعام 2023، واللي بيتم الاستعداد ليه من قبل المحلات وفق شروط وضوابط محدده من قبل وزاره التموين. وسيبدا العمل بالاوكازيون الصيفي يوم الاثنين المقبل، وعلى من يرغب من المحلات التجاريه المشاركه في الاوكازيون عليه التوجه مسبقا الى مديريات التموين والتجاره الداخليه الواقع في دائرتها للحصول على الموافقه. شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترن به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. عشان نعرف أكتر عن الأوكازيون وإزاي المواطنين يتعاملوا مع التخفيضات الوهمية، معانا على تليفون الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك فندق معايا السادة المواطنين يا فندم. عاوزين نعرف ايه اخر الاستعدادات للاوكازيون الصيفي ومدى حجم اقبال المحلات على المشاركه فيه. يعني هو بمجرد صدور قرار معالي الدكتور الوزير علي المصلحي ببدء فعاليات الاوكازيون الصيفي اعتبرها من يوم الاثنين المقبل 7/8 ولمده شهر، تم انشاء ورشه عمل داخل ديوان عمل الوزاره كان هدفها حاجتين: توحيد القوانين والقرارات اللي احنا هنشتغل بيها على مستوى الديوان وعلى مستوى مديريات التموين. الحاجه الثانيه بقى الاهم، عمل تيسيرات مباشرة لسالة التجار ان هم يخلصوا التصريح بتاعهم في خلال فترة وجيزة وفقا لتوجيهات معالي الدكتور الوزير من المديريات اللي هم التابعين ليها. الاوكازيون السنة دي ان شاء الله وفقا لتوجيهات معالي الدكتور الوزير علي المصلحي اتاح الفرصة لجميع الانشطة التجارية انها تدخل. هو اساسا الاوكازيون معمول عشان الملابس والمنسوجات، ولكن تم السماح لجميع الانشطة التجارية انها تدخل في هذه الفعاليات بهدف تنشيط حركة التجارة وفي نفس الوقت التيسير على السادة المواطنين. يعني لا في أسعار مخفضة، فيبقى من مصلحة المستهلك ويبقى برضو أيضا من مصلحة التاجر إنه يقدر يتخلص من المخزون بتاع الصيف. طيب يا أستاذ أحمد، إزاي المواطنين يتعاملوا مع التخفيضات الوهمية ويعرفوا إزاي إنها وهمية؟ طب هو من خلال رصدنا للأسواق لاحظنا قبل الأوكازيون سواء الصيف أو الشتوي إن الأسرة المصرية أو المواطن المصري بينزل يتجول الأول في السوق وبيشوف المحلات اللي هو يقدر يتعامل معاها، دي حاجة. حاجة تانية بيشوف الموديل اللي هو عايزه من المحل الفلاني بيبقى حاطط عينه عليه، بحيث ان لما يبدا الاوكازيون بيبقى عارف سعر القطعة دي قبل الاوكازيون كان كام وبعد الاوكازيون بقى كام. فده يعتبر ارشاد استهلاكي ممتاز جدا بالنسبة وتثقيف استهلاكي برضه للسادة المواطنين. في حالة وجود بقى تلاعب في الاسعار او في التخفيضات، لا يا فندم، في رقمين، في رقم ساخن بتاع جهاز حماية المستهلك 19588، وفي خط ارض داخل ديوان عام الوزارة 2794-2683. أي رقم من الاثنين دولت بمجرد بس إرسال الشكوى أقرب حملة لمكان المشكوى في حقبة تتوجه ليه وتتم التعامل معه مباشرة تانية. طيب يا أستاذ أحمد، عاوزين نعرف إيه هو الإجراء اللي بيتخذ ضد المحلات المخالفة لشروط المشاركة في الأوكازيون؟ لا، في عقوبات كثيرة. مثلا حتة عمل تخفيض وهم ده إحنا بنعتبره سلوك مخادع، ودي العقوبة بتاعته بتتراوح من 50,000 ل 2 مليون جنيه. دي جزء. الجزء الثاني عدم اعطاء فاتوره وتكون فاتوره ضريبيه للساده المواطنين، دي عقوبتها من 30,000 لمليون جنيه. لا، في عقوبات مغلظه يا فندم، فاعتقد برضو ان الساده التجار على علم ودرايه تم بهذه العقوبات، فما فيش حد يقدر يخاطر انه يدخل في هذا المعترك مع القوانين الرادعه لهذا الشان. بنشكر حضرتك جدا استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين، شكرا جدا لحضرتك. الشكر موصول لحضرتك يا فندم. شكرا. وبكده مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان نكون وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية، نشوفكم في نشرات أخرى على خير.